أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين في برنامج تعلم ألحان كنيستك. النهاردة إن شاء الله هنكمل حفظ لحن ميغالوس، لكن قبل ما نبتدي حصة النهاردة خلونا نفهم أكتر معناه اللاهوتي عشان نقدر نستفيد منه أكتر. الربع الأول من اللحن بيبتدي بعبارة رئيس الكهنة العظيم، واضح إن اللحن بيتكلم عن ربنا يسوع المسيح وبيركز على كهنوته الفريد اللي على رتبة أو طقس ملكي صادق، كهنوته اللي ما أخدوش من سبط لاوي لأنه أعظم من الكهنوت اليهودي اللي كان فيه صلب أبونا إبراهيم لما أدب العشور لملكي صادق. ربنا يسوع هو رئيس الكهنة العظيم، لكنه في نفس الوقت الذبيحة الكفارية عن جنس البشر. زمان كان اليهود بيحتفلوا بعيد الكفارة اللي بيكون في اليوم العاشر من الشهر السابع، وفيه كان بيدخل رئيس الكهنة اليهودي لوحده لقدس الأقداس عشان يقدم ذبيحة كفارة عن خطاياه الشخصية وبعدين ذبيحة تانية كفارة عن خطايا الشعب. نلاحظ هنا ان يوم الكفارة العظيم كان رمز ليوم الجمعة العظيمة اللي فيه تمم ربنا يسوع المسيح الفداء كفارة عن خطايانا، واللي بموته هزم الموت. في يوم الكفارة كان الشعب بيصوم ويتذلل عشان ربنا يقبل توبته من غروب اليوم السابق، يعني يوم 9 من الشهر السابع لغاية نهاية يوم العيد. واحنا برضو بنصوم ونتذلل قبل يوم صليب رب المجد يسوع طول فترة الصوم المقدس. كان اللي بيقدم ذبيحة الكفارة هو رئيس الكهنة بس، واللي قدم ذبيحة الخلاص كان ربنا يسوع رئيس الكهنة العظيم، وكانت الذبيحة هي ذبيحة نفسه، وكان رئيس الكهنة بيقدمها في قدس الأقداس. وربنا يسوع بعد فدائه لينا على الصليب دخل لعرش الله عشان يشفع فينا بدمه أمام الله الآب، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، عبرانيين 9:12. رئيس الكهنة اليهودي كان لازم يدخل كل سنة مرة عشان يقدم ذبيحة تكفير عن خطايا الشعب، وده بيبين ان مشكلة البشرية كانت مازالت قائمة، لكن ذبيحة ربنا يسوع ما بتتكررش. عشان كده القديس بولس الرسول بيقول: ولا ليقدم لنفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة الى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، عبرانيين 9:25-26. عشان كده هو رئيس الكهنة العظيم،
اللي ذبيحته خارج وأعلى من الزمن، ذبيحة أبدية مش محتاجة لتكرار. وعشان كده بيكمل اللحن ويقول إنه رئيس الكهنة العظيم إلى الأبد الطاهر. في الربع الثاني بيكمل اللحن صفات ربنا يسوع كرئيس الكهنة العظيم ويقول على طقس ملكي صادق، وده لأن كهنوت رب المجد يسوع كان مش بمسحة زيت لكن بالروح القدس. ملكي صادق ظهر مرة واحدة بس، وربنا يسوع قدم نفسه مرة واحدة على الصليب. ملكي صادق ما كانش من سبط لاوي أو تسلسل كهنوتي، برضو ربنا يسوع كان خارج الكهنوت اليهودي. وزي ما كانت ذبيحة ملكي صادق خبز وخمر، كانت ذبيحة ربنا يسوع غير دموية، موضوعة على المذبح من مواد الخبز والخمر قبل التقديس. وزي ما كان ملكي صادق ملك شليم يعني ملك السلام، جاء ربنا يسوع عشان يصنع سلام بين الله الآب وبني البشر بذبيحة نفسه على الصليب. وهو ده وعده لينا، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، يوحنا 14:27. وعشان يأكد اللحن إن كهنوت رب المجد يسوع متفرد وأعلى من ملكي صادق قال الكامل، فربنا يسوع هو كمال الكهنوت وهدفه. نقول من أول إرفس يلا مع بعض.
يبقى آخر إرافس. Whoa.
كمان مرة. يبقى ايه؟ فيها خمسة بينزلوا وبعدين كمان مرة. مع الحتة اللي قبلها. كمان تاني يعني بالظبط اخرها هو نفس ختام إرفس، نفس هزات إرفس موجوده في أوناس. يبقى نقول من اول إيستوس. كويس أوي، نقولها مرة كمان.
أول اللحن لغاية الحتة ديت. يلا مع بعض. Ah!
كلام هايلين. بكده نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.